اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل. تابونا اي لايك. داك النهار كنت كنسيرفي في الانترنت وبانت لي واحد الصوره اللي هي عجبتني بزاف، قمتها ودرتها طابلو، كومونديت هاد لو طابلو. علاش؟ باش يفكرني بشنو هو الهدف اللي بغيت من هاد الدنيا، ما بين الاهداف اللي عندي، مي هذا هدف عندي مهم. علاش؟ باش نتفكر بما حنايا ملي كنخلقو فريمون دراري صغار، يلاه علمنا العقل غير في الضحك وفي التفليه وفي النشاط وفي القرايه اكسيتيرا. من موراها كتزيد تكبر شويه، كتلاقى بتات مع الناس، مع الاصدقاء في المدرسه اكسيتيرا، حتى كيوجدك سيدي ربي لواحد العلاقه اللي هي العلاقه ديال الحب. هنا اللي بزاف ديال الناس كيوحلو، كاين اللي كيتفارق، كاين اللي كيطلق، كاين اللي قياس الخير ما كيتفاهمش. علاش؟ باسكو ماشي ساهل دوز من هاد الفتره لهاد الفتره اللي هي عمر كامل قضيتيه مع شي واحد. ولكن باش نجيكم من الاخر، علاقه زوجيه اللي هي سعيده ماشي سهله، حيت فيها المشاكل، فيها الصداع، فيها الفراق، فيها الخصومه، فيها الضحك، فيها البكاء، فيها المرض، فيها الصحه. ولكن سول الناس اللي كيبقاو قابطين يد في يد الاخر كيوصلوا لهاد المرحله اللي من موراها كاينه هاد المرحله واحده اخرى اللي هي واحد فيهم كيمشي، ولكن كيمشي الى اخر كيكون سعيد، حيت قضى واحد الفتره طويله مع لو كومبانون ديالو وكيكون ماذا به يوصل لهاد الفتره هذه اللي هي خالط عليه ان شاء الله يا هنا يا لهيه. انا هاد لو طابلو درتو باش كنشوفو كل نهار، باش كنتفكر بما العلاقه الزوجيه ما هيش سهله ولكن كتستحق باش ندير على ودها كاع لي كونسيسيون وكاع الاجتهادات بوسيبل باش يا ريت ساليت انا هنا ان شاء الله كنا لها اللي هي هنا. كانت معك نهيد رشاد اللي كتعاونك باش تخليك تزيد في حياتك القدام. الى عجبتك الفيديو خلي لي شي كومنتير.